حشر، وش رايك في ظاهره سفر الزوجين دون الابناء؟ انا غير مؤيد للظاهره هذه، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. انا نزل ابن حلال ما في ام تستمتع عيالها بعيد عنهم. كيف ما ابو سعيد، ابو سعيد انت فاهم ان السفريه غلط وفاهم ان الاتيكيت غلط يا ابن حلال. انت كيف تجيب الكرعين تطش البيت ودي برا يا اخي؟ يعني قصدك انك تسعد، انا اخذها ليش؟ تسعد امهم يعني؟ نعم. ما في ام انبسط انا واهلي يا اخوي. ما في ام شغلني الورع، شغلني في السعوديه ويشغلني عمانهم خوالهم. ما هم معنيين فيه؟ لا ما هم معنيين، بس ابغاهم يجلسون هنا، انا ما اقدر اصرف عليهم يا اخوي. لا تسافر ست اشخاص، الا بسافر بستمتع انا واهلي، بعيش الجو. وين تهمل عيالك وتروح اسبوع اسبوعين ما تدري عنه؟ اخذ عيالك يا مال الشحم معك وخليهم يستمتعون مثل ما تستمتع. عيالي عند اهلهم وعند عمانهم. من اهلهم؟ العرب وانت تروح تجمع المقاعد. هذا ما بطش يا ابن حلال. وشالوا اللي ما بطش؟ اخذ ورعانك وروح انت وياهم. ليش تخلي ما اقدر يا ابن حلال؟ ما تقدر؟ ما اقدر. هذا ايش فرقه؟ وانا انت تجيبهم عند جدهم وجدتهم وتوطيهم، اولي يربون كنت تالي يربون بدرانك، امسك الرقه واجلس يا اخوي. اللي جابهم ما بنى، اللي جابهم اول، انا ما عندي 60,000 اعطيهم. اجلس في الحزب، لا تروح وانت ابدا. جدتهم 1000 ريال وخليهم عند جدهم. لا 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 انا بحطها عند اخت الحرمه، عند واحد من اخواني ما شاء الله، والناس لبعضهم. وانا بروح، اسمع اسمع الكلام، وانا بروح اتمشى انا وياه، ما بحد يجي بيني وبينه. شوف يا لا ولد ولا غير. بدر الله يلعن الشيطان. استانس بنبسط. بدر الله يلعن الشيطان. عسر الناس ما هب زين. نعم. والعرب متضايقين من عيالهم. وانت لا تحط عبئك وحملك على الناس. اما اخذ عيالك وحرمتك ولا خلهم ينطقون كلهم. لا دقيقة ليش متضايقين العرب من العيال؟ ايه متضايقين. انت اذا ربيت ولدك كويس وكل حاجة اخذت حرمتك وطلعت. اصلا يعني. لو عيالك 10 قعدوا في بيت جدانهم مبسوطين ومستانسين. معلم مع الهدوء وكل شيء، اذا راح عند خوالهم بينبسطون. ايوه وخوالهم ينبسطون منهم برضه. ايوه فما له داعي انك تقول العيال بيذبحون. انت يا رجال لانك انت اصلا من البدايه معود عيالك على الهماجه. اسمعني، خل الهماجه عندك في البيت بيزعجون. اخس عيالك اللي في التربيه كلهم. نعرف احنا البير وغطاء. بعدين وش اللي تغير؟ وش اللي اختلف؟ نزل نبا من سبا بعد ما تزوجت لك 20 سنه، اخرت في الطائرات وتركت عيالك. اسمع اسمع ابن دغيلي وش يقول. ابغى اغير الجو استانس. الجو شلون اللي تغير؟ ركب لك لمبات سهريه في البيت وما غيرها. ايش اللي تغير؟ عيالك السنه والحسنه معك يا جماعه الخير. نعم. هالحين يوم جاء عندك فلاشات وقراشات وعرضت السماوات وركبت الطيران قلت اترك عيالي؟ ليه؟ العلوم القديمه. شنو العلوم القديمه اللي تعرفها؟ اغلبكم اغلبكم اعرس في خيامه. ابو غازي ابى شهر عسل ما في عيال، بعيد. لا شهر ما في عيال. المشكله انت فاهمها انه بالمكان، هي ما بالمكان. بويش؟ هي بالحسيس المشاعر اني اكون انا وياه الوعد انا وكذا. هي ما لها دخل في المكان ولا جوا. هذا اللي عندي انا وش ابغى بعيالي 20؟ اسكت اسكت يا غازي. هذول متاثرين بالمسلسلات والافلام التركيه. انا حسيت المشاعر. ام المها حياك ربي، وش وجهه نظرك في الموضوع؟ والله وجهة نظري إذا كانوا الأهل متفرغين بالشيء ذا أنهم يحتضنون عيالي وقت سفري فأنا بتركهم. أيوة. أما إذا كانوا أهلي غير مستعدين وما عندهم أحد يخدمهم وأهلي كبار في السن، هذا يعتبر عقوق لوالديني. يا سلام يا سلام. جميل. وتوقع أن ما حد متفرغ يوم ألمها لعيال بعض؟ ما على كيف يمكن في ناس متفرغ. لا ما في. ما قلت بتبشي وجهة نظرك بس. ما في. رح ود ورعام كانت اخوانك وشوف وش يقول لك. انخلاهم اليومين الثاني اخذهم بقراف ام على البراف. ريحنا بقى. اسلم يا ام الماء اسلمي. بعد عيالي لهم حق انهم يروحون يستانسون اهلهم يتمشون، يعني اذا ما انا وديتهم ومشيتهم وطلعتهم. اذا كان ما عندنا قدره يمشيهم ويطلعهم. اذا كان ما عندنا قدره نودي العيال وين نوديهم؟ اجي اذا ما عندي قدره اني انا امشي عيالي واطلعهم اجلس انا وياهم افضل. جميل. جالس انا بروح بطلع برا انا طالع لو اخليهم عند الجيران بطلع. ابو هيف وش وجهه نظرك في الموضوع؟ شوف اخوي ابو الربيع، انا من وجهه نظري الاطفال اللي اعمارهم تحت 3-4 سنوات يعني النواني الصغار اللي ما يحسوا بطعم السفر تمام ما غير يتعبون اهلهم يستريحون. انا بصراحه هذه فتره استجمام يعني ترجعها للعائله امانه. يا سلام. اما الاطفال يعني اللي عمرهم فوق 4-5 سنوات لا والله افضل اني اخذهم معي يخطون وانبسط معاهم بامانه. والكبير بعدين اللي جاء اسمع ابن زغيلي وش يقول لك؟ اسلم
الكبير رجال بعدين استلم راتب يسافر، انا وانا اسافر الحين، انا ما اقدر اسافر، دوب اسافر امه. والله شوف اذا ما قدرت تسافر كبير والله العظيم ما تحس طعم السفر لما تشوف عيالك مبسوطين. والله الكلام يعني ما تقطع نفسك لما تشوف الحرمه مبسوطه. اذا ما انت قادر تسافر لا تسافر ملاك. استانس يا رجال يعني كنت تسافر سفره طيبه مع عيالك كلهم ولا تسافر. يا ابو هيف اسلم اللي عمارهم على 3 سنوات وما اللي اكثر حاجه لك كيف تنطلهم اسبوع تروح؟ هو اكثر احتياج لكن صراحه شوف انا بتكلم معكم مجرب بامانه اخذتهم والله العظيم انه اللي شغلوني اليوم كله الله يكرمكم ويكرم من يسمع تبديل حفايط عيالي بامانه سافرت معهم خارج السعوديه صراحه اتعبوني اكثر ما هم انبسطوني ولا هم انبسطوا ما هو داري عن شيء هو داري هو في تركيا ولا في جده ولا في الطائف ولا في جده والله داري اتعب والله والله بحفايط والله اغني بالسياح انا بتكلم معك ابو حجر من واقع تجربه انا بتكلم معك ابو هيف يا حبيبنا اسلم يقول المثل عندنا يوم تقول اول اذا انبسطوا عيالك انت مبسوط المثل يقول اذا كان يفهمون بالسفر يفهمون هم عارفين هم وين رايحين حتى لو يفهمون المثل عندنا يقول الام خبازه يشبك خبز اذا بسطت الام خلاص الامور كلها اصلا كلها والله احيانا انا اقول انا ميت معكم انتم اللي ميدين ومعارض مع ابو شوق ارحم امك لا تجي في الوسط يا روح يمين يا روح يسار الحين شوف ترى حركاتك هذه دائما اعرفها طيب لا اسمع الحين انت زي سافرت دوله بعيد 13 ساعة 14 ساعة في الطيارة ابو سنتين ابو سنة ابو 3 سنوات ذولي متعبين ترى في الطيارة فعلا لا تروح زي امس يوم احنا جينا من السفر من خارج واذا خصوصا كانت توقف دولة بعدين تروح دولة يمكن تجلس 24 ساعة وانت مواصل من مطار لمطار عشان تصل انا ما اشيل الصغار ذولي معي متعبين اشيلهم زي ما اشيلهم هم لا والله واحيانا اذا كانوا كبار يعني يستمتعون يعني بالعربي يعتمد على نفسه يروح معك مجرد خوي هذا عادي يروح معي ما في مشكلة يا اخي انا بتمشى رجلي انا بتمشى انا وزوجتي الحامنا عيالي امتر بهم المملكه مقفين مقبل ثم لي طلعت برا ابصد زوجتي وبستانس انا طيب احنا اساسا المفروض هذا انهم يبرون نعم نعم الحين ذولي فاهمين الوضع غلط تقول لي بروح الكوكب المريخ وبروح لدوله ثانيه فيها بشر قال بروح انا زوجتي الحال اللهم اكسر صح انت ولا مجنون عيالك الكبار خذهم ثم انت تسكن بجناح ومو بجناح شو المشكله من يجاهدهم بجناح يا بالهم مسؤول معهم واقف انا بنبسط انا وياه وسير انا وياه والله قدنا حلوين بقعد تبي هنا وباخذ امي يا غازي يا غازي شفت هذا بالي خفير عند الورعين والله العظيم يا ابو ربي شفت هذا الله خرفان ما فيهم طبمه ما اخذتوا عيالكم رحنا معك رحنا معك ايه وش خلنا بالاستراحه ورحنا تمام ايش حريمنا معك والله وش نعرف انت ناخذ حقها اسكت ليش تهرج بالمواضيع هذه ليش يوم جيت من برا ما اخذت مغازي طلعت بها برا مالك شغل مسؤول عنها لا ماني مسؤول عنها بس انت ولا تقول السفر وما انا المسؤول الوزاريات والنمت هذا اللي قدام الكاميرات امام الاعلام كذاب هذا بتكون من استنى انت معاشر وروح انت وياه انا ما طلعت بهاي انت ليش ما طلعت بهذا انا ما عندي فلوس ولا طلعت انا تحت الهيئه طيب وانت تدري ما طلعت عن وضعي وداخل 14 وطالع من برا دقيقه تدري عن وضعي تدري عن ظروفي تدري ايه ظروفك ما تقال متان بس سار بطاقات ذهبيه ما ياخذ الا بطاقات ذهبيه 14 يوم الحاله لا 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 الله الكلام هذا ما يخصكم توكل على الله يا سلام يا سلام ابو حشر ودر لهم تكلم على مقلد ولا ضرب صوتك على مقلد الاثنين ذول ولا ماخذ عليه مقلد مالك شغل صوتك على مقلد يا بنت غليب انا ما اسمح لرئيسي ما حد يقدر